إن النساء هي نفسها عندها مهارة الصوف، وبالتالي أدوار هون دورها وجهت باتجاه اللعب والدمى. ليه؟ لأنه ما في تسويق أساسا للأفكار التقليدية، وبالتالي إحنا شفنا إنها هاي فكرة غير تقليدية بيساهم في فتح البيع للنساء سواء على المستوى المحلي من خلال الخطة التنفيذية اللي عملتها مؤسسة أدوار مع الشركات ومع المكتبات ومع المحلات التجارية، بالإضافة على المستوى الدولي. ابدي ستة أو سبعة سلسلة واطلع بالسلسلة يعني أنا صغيرة، يعني إحنا إلي بيجي 35 سنة 40 سنة وأنا بشتغل في المشروع هذا في البيت، يعني إحنا وبعدين بشتغل على مش بس هيك على صنارتين وعلى الماكينة، برضو بشتغل على ماكينة صوف. أنا إلي تقريباً 3 سنوات بموضوع. وساعدك لتلبي احتياجاتك الخاصة المشكلة عندنا بالتسويق، يعني إنه أنا يعني بالبداية بتبدي ببيتك، بس لما بتيجي بدك تسوقي بدك حدا يرعى، حدا يسوق للموضوع، هذا هو. أنا